كتشرف على النهايه ديالها بالمرافعات ما تبقى ديال اعضاء هيئه الدفاع. وشخصيا كنت من بين هيئه الدفاع اللي رفعنا في الاخير. الموكل ديالي اللي هو هشام نزيه كما عبرت مباشره بعد الحكم الابتدائي على ان الحكم اللي كان صدر في حقه كان حكما قاسيا اللي كان وصل ل 30 سنه سجن نافذه واللي طعن فيه بالاستئناف وحتى هو طعن فيه بالاستئناف. وبين المحكمه شنو هي الاسباب ديال الاستئناف ديالنا لهذا الحكم اللي هي كترجع ثلاثه ديال الاشياء الاساسيه. اولا تصريحات الأضناء اللي نفاون فيه باتا اي علاقه لهم بالموكل ديالي او اي تنسيق مسبق او اي تخطيط او عزم على ارتكاب هذه الافعال المشينه وافعال اللي هو بالمناسبه ادناها في المقر ديال المكتب الابحاث المركزي كما صرح بذلك، ادناها امام السيد قاضي التحقيق، ادناها امام المحكمه الابتدائيه جنايات وكذلك امام محكمه الاستئناف. كما بين المحكمه المقره شنو هي الملابسات ديال الاستئناف ديالنا اللي مرتبطه اساسا بالتعليل الحكم الابتدائي اللي اعتبرنا على انه من خلال اطلاعنا على التعديل تبين بالملموس بانه لم يشير على الاطلاق لاي علاقه او تخطيط او عزم او تفكير او تمويل او اشاده من طرف الموكل ديالنا بهذه الاعمال الارهابيه. يمكن موكل عنده حاله واحده بينتها للمحكمه اللي هي التمس في اعاده التكييف ومتعلقه بعدم التبليغ، ولكن يعني كنشوفوا حتى النص القانوني ما كيوصلش حتى ل 30 سنه. ولذلك اعتبرنا ان هذا الحكم بانه كان حكما قاسيا يعني وبين الاسباب ديال الاستئناف ديالنا ليه، وطلبنا من المحكمه المقره باش تعيد النظر في هذه القضيه هذه وترجع الامور الى نصابها وتصرح بشكل اساسي بالبراءه ديالو لفائده الشك، واحتياطيا تعيد النظر في المتابعه باعاده تكييفها. واعتبرنا على انه القول بحاله العود غير ثابت في نزيله الحال، لانه لما الحكم كيكون تحكم به الانسان وقداه وخرج واندمج بالمجتمع بحال الحاله ديال هشام نزيه ما كتستوجبش انه الاثاره ديال هذه المساله، وما يمكنش اعتبارها واحد الظرف من ظروف التشديد. هذا هو اللي كاين لحد الان. كان بقات جوج المرافعات او ثلاثه اللي باقين ويتحجز الملف للمداوله، وكتبقى الكلمه الاولى والاخيره للقضاء.